وصلنا لفقرتنا الأخيرة. صحيح ليا، محطتنا الأخيرة لليوم راح تكون من أجواء التحضيرات لعيد الفصح والعمل المسرحي يلي بيحاكي مسيرة الآلام المرحلة يلي بتسبق حدث القيامة المجيدة والعبور نحو الحياة الجديدة. تحت عنوان وقام تقدم الفرقة العامة للموسيقى كشاف كنيسة الزيتون في كاتدرائية سيدة النياح يوم الخميس القادم، والدعوة عامة يلي هو أكيد بيصادف يوم خميس الأسرار حسب التقويم الغربي، عرض مسرحي بإمضاء المخرج المسرحي والممثل. نوجه له تحية كبيرة كفاح الخوص، ولحتى نحكي أكثر عن هيدا العرض وعن التحضيرات، وخلينا هيك نخطف بعض الكواليس. من بدنا نرحب بالشيف ابراهيم ابو حنا قائد كشاف كنيسة الزيتون. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباح الخير. صباحكم اهلا وسهلا شيف، وشكرا على هالاستضافه، ودائما انتم غامريننا بلطفكم الاخباريه السوريه لحتى تتابعونا بكل هالتغطيه بالنشاطات بالبطركيه. شيف، نحن بالمراحل النهائيه للعمل، خلينا نحكي عن التحضيرات وكيف الهمه. طبعا نحن بعد ما من الاخير يعني من وقت ما نزلت المطار امبارح تحت صحيح صحيح. نحن عمليا صرنا شهرين ابتدينا بعمل فكره المسرحيه، عمل مميز كفكره جديده طرحت عنا بالفرقه لحتى نقوم فيها خلال هالصوم الأربعين المقدس اللي نحن هالاسبوع هو نهايه الاسبوع بهالصوم الكبير. ابتدت الفكرة أنه نعمل شيء مميز وجديد بالبطركية كفكرة المسرحية لحتى نضوي شوي على موضوع آلام السيد المسيح. بلشنا نحضر، تم التواصل، طبعا نشكر أستاذ زياد الريس، تواصلنا معه وطلبنا منه ليكون معنا متواجدين، كمان الأستاذ كفاح الخوص اللي هو المخرج الأساسي والمشرف على العمل. بلشنا تحضيراتنا، يوميا ننزل يحضروا الشباب والصبايا. طبعا الاكيب هو موجود من الاكيب الموجود بنشاط الكشاف، يعني تم التدريب. هي فكره الكشاف، ولكن نعم اشرف على تنفيذها كنص الاستاذ كفاح. نعم الاستاذ زياد. نحن في عندنا الشيف ابراهيم عازر، هو شخص عم يدرس هلا الاخراج. تم كتابه النص من قبله، طبعا حضره وطلع عليه الاستاذ كفاح الخوص واقدمنا على هذا العمل، وبتابعنا الموضوع باستمرارية مع الشباب والصبايا الموجودين عندنا بالكنيسة. حبينا نشوف شو في عندهم خبرات، شو في عندهم شغلات مميزة، وانطلقنا خلال هالشهرين. هلأ هالأسبوع اللي عم نمرق فيه نحن يوميا عندنا بروفات مستمرة لحتى يكون عمل مميز لحتى ننهي كل هالتدريبات. طبعا امبارح بلشنا بالبروفا بالساحات الكنيسة برا، كتر خير ربنا، الله يبعث الخير، رغم المطر ورغم البرد ورغم الهواء ما وقفنا لحتى يتم إنجاح هذا العمل، لحتى يكون في شيء نهار خميس أسرار مميز عنا. نعم، يعني دائما وكل سنة في بيكون شيء جديد. طبعاً. ويمكن هذيك السنة كان في أيضا نقل للصلوات وكشاف. صحيح. وعروض كثيرة سنة عن سنة عم يزيد. يمكن هاي السنة نحن حبينا نعمل فكرة شوي مميزة. نحن في عنا طابع أنه خميس وجمعة العظيمة، في عنا الفرقة الموسيقية بتستعرض البعض من الأغاني والتراتيل والخبرات الموجودة عند الشباب والصبايا. هاي السنة الخميس الأسرار حبينا يكون موجود المسرحية، نكتفي بموضوع المسرحية، ولكن نهار الجمعة العظيمة اليوم الثاني رح يكون عنا كمان استعراض عزف كمان بيلي رتبة الجمعة العظيمة، رح يكون عنا استعراض موسيقي كتير كبير. معناتها ليا وشيف خلونا نروح نشوف المادة التالية لنعرف كيف كانت التحضيرات عن العرض. Thank you.
إنه مجرد حلم. لا، إنه تحذير. القاتل كان أنت. قاتل من حرض على القتل، القاتل من حكم بالتعذيب، القاتل من حكم بالصلب، القاتل من عذب وشرد وضرب، القاتل من دق المسامير، القاتل أيضا من حكم بالخيانة. يعني من بعد ما تابعنا نيرمين بعض العروضات، اكيد بدنا نوجه تحيه لكل الكوادر المشاركه معكم بالعرض. فنان هوات من الكنيسه ومن الحاره، يمكن اجتمعوا كلهم على خشبه المسرح الكنيسه. خلينا نحكي عن الكوادر، خلينا نحكي مين الناس يلي تساعدتوا معهم ضمن شهرين انتم عم تحضروا. اكيد يد وحده ما بتزقف لحالها، اكيد في فريق كثير طبعاً كبير طبعاً. هلا نحن بدايه الامر كان عندنا فكره انه نقدر يكون الاكيب الموجود معنا، الكوادر هي من ضمن اعضاء الفرقه العامله للموسيقى كشاف الزيتون. اطفينا هي الفكره، لقينا انه الشباب والصبايا عندهم هذا الحافز ليقوموا بهذا العمل المسرحي لاول مره. نحن لاول مره بالكشاف الزيتون بيقوم بعمل مسرحي ضخم بهذا المستوى. لقينا انه فيها تحضير، فيها الإيجاب. طبعا كبداية كانت صعبة شوية عليهم أنه ما عم يقدروا يتقبلوا الحركة، النمط، كيف بتتم العمل المسرحي. يعني اليوم وقفة الخشبة على المسرح في إلى شوي بعض الميزات والإيجابيات يعني والإيجابيات. طبعا هذا الموضوع أخذ تحفيز عند الشباب والصبايا أنه نحن عنا المقدرة نقدر نقوم بهذا العمل. بلشوا يتدربوا، بلشوا يحضروا شوي شوي، يوم عن يوم صار في عنا تشجيع من قبلهم، صار عندهم الحافز ليعطوا بكل إمكانياتهم بكل مقدراتهم لحتى يثبتوا نجاح هذا العمل. طبعا بلشنا واستمرنا بهذا الشيء. مثل ما شفنا نحن عنا هالموضوع الستيج والإضاءات كلها رح تكون يعني عمل جدا كبير وضخم. نوجه شكر الأستاذ الياس عيسى، شركة عيسى للإضاءة، والأستاذ نضال قسطون كمان مهندس صوت الموجود راح يكون متواجدين معنا، ولكل شخص قام بهذا الكادر إن كان أستاذ لبابا والأستاذ زين. يعني كان كوادر عنا كلياتها من خارج الكنيسة. طبعا نحن لحتى يكتمل العمل لازم يكون عنا مكملة هذا العمل من مهندسين صوت وإضاءة ومخرجين ومهندسين ديكور وإلى ما هنالك. طبعا تواصلنا مع عدة هدول الأشخاص، يعني ميرسي كتير لهم، شو ما حكينا من القلب، يعني كلمة شكرا قليلة عليهم اللي تفضلت فيهم وذكرتهم لحتى يقدروا يأخدموا على هذا العمل. وإن كان كمان كتصوير استوديو سمير كله يعني جهود كبيرة كانت جداً. طبعا مثل ما قلنا المجتمع بدنا نقول الأهلي كلياته بهديك المنطقة ليطلع العمل بأحلى صورة. الحدث يوم الخميس، إذا خلينا نحكي طيب هيك بشكل كتير سريع، عرض موجز عن الاحتفالية، شو هي رح تكون، أي ساعة رح تبدأ، شو رح تتضمن، لكل اللي حابين يحضروا مثل ما قلنا الدعوة عامة. طبعا نحن شرف لنا كبير، وأكيد أنتوا رح تكونوا معنا لأنه هذا بيتكم ونحن ببيتنا لحتى تغطولنا هذا العمل المسرحي. نحن نهار الخميس القادم هلأ بعد يومين تقريبا، بعد ما تخلص صلاة السحر ورتبة الصلب رح يكون عنا هذا العمل. تقريبا بالتسعة تسعة ونص رح يبتدي هذا العمل، ومدته تقريبا رح تكون ثلاثة أربع ساعة للساعة إذا الله راد. من خلالها بعدين بعد ما يخلص هالعمل المسرحي رح يكون في عنا كمان جولة عزف ما فينا نقول جولة موسيقية كدرب الصليب. يمكن نقدر ننزل على القصاع لحتى تشوفنا العالم وتشوف عملنا وشغلنا الموجود على الأرض. نعم أكيد نحن بدنا نتمنى لكم كل التوفيق، وبدنا نقول عمل وقام هو عمل يمكن تقدمت
عالي، هو عالي صحيح. كل حدا عم يقدم أكتر شيء وأحلى شيء بيملكه من موهبة، من معدات، يمكن من مساعدات أيضا. نشكر كل مين ساهم بهذا العمل أكيد. صح. أكيد. ولكن يعني خلينا نحكي بالختام، الفكرة كيف هيك هيك طلعت براسك إبراهيم؟ يعني أنا بعرف إنه من زمان قايل لي بدك تعمل شيء، بس هيك خلينا نحكي. لما تواجدتوا معنا نهار عيد الميلاد اقترحنا، قلت لكم عاملين شيء مميز كبير، اقترحنا شوي موضوع الفكرة. احنا من خلال العيد حبينا يكون في شيء مميز هاي السنة. عم نحكي انه انا والشيف ابراهيم والشيفية الموجودين معي انه شو رأيكم نعمل، نبتدع فكرة المسرحية، نعمل عمل مسرحي، شيء بصمة جديدة انه مميزة، فكرة غريبة نبتدعها. انطلقت من هون هاي المعطيات، بلشنا نكتب هالنص واستمرينا، اخذنا من عنا النخبة من الشباب والصبايا، واللي ما عنده المقدرة صار عنده المقدرة والحافز مع الاستاذ كفاح الخوص، صار عندهم الرغبة حتى يبلشوا يتدربوا بالعمل المسرحي. نحن لقينا هذا الموضوع كتير حافز جديد مبارح عند الشباب والصبايا. يلا لكن كمان بعد هالحافز ناطرين دورات بالكنيسة أكيد، وانطرونا بكل شيء مميز عنا دورات بالكنيسة. كمان لتعليم يمكن لأي موهبة هنا بحبوها ضمن نشاطات الكنيسة رح يكون عنا دائما. هلا نحن لما عم نقوم بأي عمل أو أي نشاط عم نشوف في عنا مواهب ومقدرات جديدة وخبرات جديدة باختصاصات نوعية وجديدة. هذا الشيء نحن بدنا نستغله لحتى ننمي ونعطي هالطفل أو الشاب أو الصبية هذا الحافز لا يستمر فيه بالعمل. الشيف إبراهيم أبو حنا قائد كشاف الزيتون، شكرا كثير لكم وكل التوفيق لكم. ميرسي، شكرا لك. يسعد صباحكم وصباح الجميع، ونحن ناطرينكم نهار الخميس ان شاء الله. كل عام وانتم بألف خير، وسوريا الحبيبه بألف خير، وانت بألف خير يا رب.